اطلع 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 خلني اطلع بنات بنات خلني اطلع خلاص بمشي خلني امشي خلني امشي خلاص شباب صلوا على النبي. قول اثنين اثنين تحت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ عساكم طيبين؟ أنا لازم أغير مقدمة لي والله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ عساكم طيبين؟ قاعد أجيب لكم مقطع جديد اليوم. زي ما أنتم شايفين الأشقر رجعنا، أنتم أصلاً قلتوا إبراهيم رجع الأشقر، نبغى الأشقر متعودين عليه، أصلاً كذا ولا كذا كنت برجع، لأن شو اسمه جون سينا يعني استأذن، خلينا يريح خلاص، قدم استقالة وريح. طيب، المعروف إني دقرت هنا الحلقة اللي طافت، ما لقيت القطعة حق الباب ذا، تعرفوا الشيء ذا صح ولا لا؟ القطع حق الباب ما لقيتها، افر 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 ما لقيتها، وين حاطها؟ وين حاطها؟ قبل لا اقول لكم وين حاطها، ايش الشمشمة؟ ريحتك الخايسة انت، اول شيء خلينا نضبط السكاكين، حلو، نضبط السكين الثنتين لان في مفاجأة قدام، والله مو قدام هي ورا، خلينا نحفظ، طيب وش المفاجأة يا ابراهيم؟ طلع الذيبان حاط القطعة ورا، عند الشلة، انت وين رايح؟ انا لا قدام. ما ادري ايش رايح مديني الزاويه دي. طلع الذيبان وين حاط القطع؟ ياهو ابدي من الطريق. طيب خلينا نمشي. الله يقطع ذا الوجه. انقلعي. ايش يعني قلت اشتري اللعبه فجاه خلاص ما عاد اروح يعني؟ ياهو تعال من هنا داز. يا بنت الناس خلينا نمشي الله يرحم والديك. دنق اوه لازم تدنق. شوف 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 بالله شوف شوف هنا ما تقدر مدنق. اشجار خفي. اشجار خفي ما تقدر تمشي سبحان الله. كذا ما تقدر. لازم تغطي الدائرة دنك تمشي صح بالمند حط جدار خفي. طيب ما علينا. شوف المفاجأة اللي هنا. في مفاجأة. شوف المفاجأة اللي هنا. شفتوا طلعت القطعة عند الشلة ذيلا. كيف تدرون جلست يمكن تقريبا ساعة ونص اعيد المنطقة اللي ورا المنطقة حقت اللي يطلعوا فيها الفحافيح المنطقة ذي كاملة والله تقريبا ساعة ونص اعيد وزيد اعيد وزيد قلت يمكن احد مقلتش يمكن مقلتش يمكن صار شيء في اللعبة فجأة كذا دقيت ريوس قلت خلني ارجع ورا مع العلم ترى المكان ذا انا جيته في الحلقة اللي طافت لما انا كنت ادور رجعت المكان ذا ما لقيت احد بس لما طفيت اللعبة ورجعت يوم ثاني جديد القاهم تاكين الشلة ها شو السالفة؟ قلت اكيد حاطة عندهم فخلونا نقتل الورعان ذيلا خلونا نصلخ اول شيء نحط هذا لان في فحيح انتوا عارفين في فحيح في فحيح هنا مره خطير ما ابغاك انت ايش تبغى لا لا انا ابغى الفحوحه لا لا اصبر اصبر عطني بس فحيح يا اخوي انت انقلع في شيء غلط قاعد يصير صح بحطتها لك اللي براسك ايش باوم بموت تمام القتله ضيعت الطلقة الهروب لا تركب لا تركب يا ويل امهم دام انا ركب ايوه قلتش تكفى قلتش يا عمري قلتش عند الجثة يا اسا اه طيب عيد 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 ما دام انها قلتش بعيد بعيد ما رجع اسحبها هنا بعدين في شيء غبي صح؟ شوفوا لما نقيم يصير شيء غبي تعال يا حبيب خلنا نسحبك هنا هاي فجرت لوحده اوه بعد مناشير جابها معهم في هنا شله ترى مناشير وفحيح دنك سلام ما اللي بيجي انت لحالك يا البزر انت لحالك يا البزر ها انت لحالك يا برئ وقف وقف اقرا اقطع ذا الوجه الكلب ايش عندي اوه ذا موقف ورا الباب على طول هذا موقف السلام عليكم السلام عليكم طيب اتوقع انها بقلتش يعني المفروض المفروض انها قلتش صح نجرب اي والله قلتش يا سلام كذا تعطي واحدة ثم قلتش ايوه خليك زي ما انت خليك زي ما انت خليك زي ما انت لا يف انا خاف انه يفك كل قلتش يتزور علي والله اني خايف اني خايف انه يفك كل قلتش تيي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 
باقي لك الضربة القاتلة في الرأس تلبحيه اللعين القم تنافض تنافض القم بس اوقف ابغى اشيك على التسجيل كذا عندي احساس ان في شيء غلط في التسجيل ما ادري كل شيء تمام الصوت تمام لا ان شاء الله من الامور طيب تصور حلقة مدتها ساعتين في الاخير ما يسجل على طول خلاص تموت يا ولد تنجل طيب باقي البزر ذا والله البزر ذا انا خاطري ولا ما يسوى كنت بصنع طلق بس ما عاد يستاهل خلنا نسطر بالسنايبر صح ايوه نسطر بالسنايبر صح انتوا قلتوا لي شيء قلتوا لي انه يمديني على الرشاش احط السكوب ذا اي والله انه يمديني لا الا عن وجهك خرشني وقف وقف اثبت ايوه اثبت يا الكلب خرشني الله يقطع وجهه قلت انه بيدخل يسنعني قلت انه بيدخل يسنعني الحيوان انقل عيال حثالة موت ايه موت الله يقطع ذا الوجه شفتوا شفتوا قطع عنده القطع عنده وسخ طلع مزبنها ورا الله ايش عنده اوكي اثنين عند فحيح اثنين هذا عرفتوا انا الحلقه اللي طافت ترى رجعت المكان ذا ما لقيتها والله ما لقيتها رجعت المنطقه اللي ورا حق الكلب الليل اللي قابلناه ما لقيتها من باقي من العيال هنا اوه باقي الرجال ذا اتاريك كان انت اتاريك انا يا ولد ها هاي البزر وقف 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 اقول لك شيء وقف لا لا اصبر اسمع واحد وراي وين؟ اسمع احد وراي صح؟ هذا هو قدامه برا انقل انقل لا لا مو برا الشاشة انا قلت انه سنايبر الله انجعلها كسر الله انجعلها كسر انا تلخبطت الوهلة يا الربع دقيقة دقيقة انا تلخبطت الوهلة يا اخي فك فك ذا فكه عشان لما تغير الشاشة لا تجيب ام العيد حش حشهم بالله هي لي لا يقتلوك نعطيهم قنبلة؟ ايش رايكم؟ ولا بخلي لا بخليه ما يستاهل والله ما يستاهل قنبلة عشان ذيل الساق قنبلة عشان الساق ذيل سلامات يلا يلا اطلق اطلق ايوه يلا يلا اشوفك من اليوم تحاول تهبدني اشوفك من اليوم يا كلب يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام خلاص خلاص كذا تقريبا نقدر نكمل طريقنا انا في الحلقه اللي طافت في نفس الجلسه رجعت للمكان ذا تدرون ما لقيت شيء رجعت للمكان ذا ما لقيت شيء طفيت شغلت نظفت المنطقه الاولى ذي قلت ممكن معلقين ولا عدتها اكثر من مره قلت خلني ارجع ورا يمكن نلقى شيء ارجع ورا القى الشله واقفين طيب بعد الحفله هذه اللي صارت كيف السكاكين ما كويسة صح؟ مو طيب بس خلنا نحفظه خلاص اوكي الان نقدر نركبها بكل سهولة بكل بساطة ولا يلحن ونمشي والامور طيبة انا والله قلت انها معلق والله قلت انها مقلتش بديت افكر اني اشوف لي طريقة عرفتوا يعني اضيف القطعة اشغل برنامج هاك اضيف قطعة او اني اخترق الباب بدأت تجيني امور زي كذا لكن الحمد لله لاني يأست والله والله يأست اني وش الاصوات ذي هلا والله سكين هلا والله هلا والله بالبنات تعالوا تعالوا يا بنات انا اسمع اصوات غير الاصوات ذي تعالوا 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 نتفاهم معكم هنا يا بنات ها بس انت ليش سريعة مرة ها لا 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 يا اخي لا اصبر لا اله الا الله ما يعطوك فرصة يا بناتك لا والله يعني قتلة كانت خايسة لكن افتح الباب سريع القم سريع سريع شغل سريع سريع شغل سريع سريع انا وقت الهرب انا اسمع اصوات ما ابغى اسحبهم كلهم مرة واحدة ما لا واحد واحد وش ورانا ورانا شيء توراكم شيء ما وراكم شيء وراك شيء وقف المقطع روح تسوي اللي انت تسويه تعالي تعالي اضيعت الطلقة ها ايش في انا حاشت الاثنين
اي في الريم يا الوسخه. اي في الريم. ايوه عطني كم دفاك. هذا احلى شيء ممكن يصير لك، انها تعطيك مدفع. لا لا اصبر اصبر، هذه خطيره دي. ايوه القمي تعال من وراها، انها غداره دي، انت بتعرفين الكل يعرف انها غداره. غداره العجيز دي، مره غداره. ضيعت الطلقه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا رب. ترخي دفاعاتك الوهلة يشقوك يا ولد. يلا موتي. انا محتاج طلق والله، محتاج طلق الربع، محتاج طلق شاتجن. حلو سبع يا السلام. وش عندها ذي؟ وش كان عندها؟ انا خليت اللي عندها. والله اني ما ادري، اشوف اللي في المونتاج. انا احتاج طلق شاتجن والله، والله احتاج طلق شاتجن. طيب ايش رايكم نرجع نحفظ؟ نرجع نحفظ؟ خلينا نرجع نحفظ بما اني قتلت الثنتين ذيلا. اوكي ايش باقي عندنا هنا؟ باقي فيها اصوات. غول يا بص. اصبر لا تطلع، تعال 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 تعال. مستر سعيد تحت، تعال تعال. ايوه ايوه ليش؟ تعال اوريك، تعال. ما اعرف كنت وسخ. اصفط الجدار، ابغى اصفط الجدار. اي بس هذا انا ابغاه، انا ابغى هذا الكلب، هذا انا ابغاه. ابعد منه شويه، انا غدار زي ما انتم عارفين، مره غدار. شويه حاول بس ترخي دفاعاتك قدامه، ترخي دفاعاتك ينقض عليك يفترسك يا ولد. هي لانه وش تلهيل، وش تلهيل، ايش تلهيل يا النغل، وش تلهيل. طيح برا يا الكلب. لا لا ما انا اشير جو. لا 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 وين ذا؟ ذا وراي ولا قدامي؟ اي والله وراي. تعال 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 ادخلوا. لا لا يا اخي حسبه ان ما اقولهم. الله ياخذ الليزر، الله ياخذ الليزر. تعال تعال يا مريم، تعال نايم. ايوه اصفط الجدار. هي لها 35000، متخيلين؟ متخيلين ذا الهرش ان هي لها 35000؟ طيح طيح يلا. جوا مناشير، الله جوا مناشير، جوا يا عيال. ايوه عزبن. تبعص. اوكي انحش انحش، خلاص 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 الامور صارت سيئة. انا مرة لا لا راسك 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 راس. انتبه انتبه منا وسخ. الهرب. حط مقفاك مقفاك. اوكي اهرب يا ساتر. انحش 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 انحش. هذا كأنه نفس سيناريو اخر حلقة صح؟ ياخي مفروض اي فريم ياخي وقف شوي. تعال يا بزر، انت لو تجي لحالك بدون مناشير بس. تعال لحالك. حلو 30 طلق يا سلام. جو جو، انا مبغى مناشير فيها. هم يخوفوا مناشير. خلاص خلاص كنسل كنسل. خلنا نلعب نياهم شوية هنا. ايش رايكم في الفكرة دي؟ والله انها كانت اخرى فكره شوي بلا طريق. ما بخليني امشي انا ميت. عيد عيد عيد. كانت بدايه زي التبن وداخل متهور الولد بعد. انا كنت العب اسود وانت وراه. والله ضيعت طلقه. اصفط. ايوه عطني قفاك. وين خويك انت؟ خويك تحت. تكفى خله تحت، ما ابغى يجي. خلني اسولف انا وياك، ابغى اشوف علومك يا رجال، ابغى اشوف اخبارك. نبغى نشوف اخبارك يا اخي. انا اسمع صوته مره قريب، ولا انا معلي الصوت شكلي؟ في مره معلي الصوت، اسمعه وراي والله. يلا انا اموت.
موج. حلو عنده بخاخ. يا سلام. بس طرق الفرد مرة خايس ترى. طرق الفرد. تعال وري. وين المنشار الثاني؟ هذا هو تاكي. خله. انا اخلص من عندي. تعال. تعال اعطيك دي الحركة. وادخلك كرة. ما والله مات. والله حركة قوية دي. كسرت العمود الفقري يا ولد. بعدين اسمع صوت تيت تيت. فين ذا؟ جاك المصروع. اعطني كيم دفاك. ايوه سيكا هات لي. اي 360. يا سلام مسكني. يا رقم اصفط الجار. رقم والله انا وضعي كيم مره تقول. لا اثنين من اشيل. القم يا الحيوان. كان يبغى يقلب علي. ضيعت الطلقة. او ماي جاد ضيعت الطلقة. عطني مقفاك. ايوه لا تخلي انقلت شوارع. هذا خليك كذا. اي فريم عندي. يا سلام. الشتقة خلص. الشتقة خلص يا الربع. خلاص انحش المكان هذا مو مكان. يا اخي وش في الليزر؟ بدا يسوي لي خيانه والله. بدا يضيع طلق ماكرو صح؟ جا. ايوه وين رايح؟ اعطيها انسحاب تكتيكي الوحش. اقول لك اقعد بس. اقعد يا الكلب. خلاص حلو. خلصنا من مناشير. ثمان وده ثمان. والغولي بخاخ. يا سلام تخلصنا منهم. يا سلام. بس طلق الرشاش. طلق الشاتجن يا الربع. صيح بالزاوية. يا ساتر ايش طلق الشاتجن ذا التبن. صفر. وضعك مرة خطير. انا من اليوم اسمع هذه تيت تيت. هذيك اللي يطلق وين هذي؟ هذي شو وين اسمع صوت. خليني اكسر دي اول شيء. اوكي ايوه طيح. حلقة مسكتي. وين تنقلع؟ انقلع يا زبالة. ايش قاعد تسوي؟ ما اتوقع ان في احد هنا. مستحيل انه حاط احد هنا. حاليا بس. انقلع. ما في. الحمد لله انا ملخني. انا ما عندي طاق. موت الله ياخذك. ارفع الصوت حس صار مرق واطي. طيب اوكي 30. يا سلام بارود. اوكي انا في صندوق. انا السنايبر. يا سلام هذا المكان ذا ملغمه. اوكي هذه ليفل 3 لازم ندخل الطاقه هناك. طيب اوكي ابغى اصنع والله طلق. خاطر اصنع طلق بس. خلينا نشوف في طلق هنا. يمكن نلقى في لوت هنا. نشوف ممكن طلق يطلع. حلو نبته رشاش. اوكي بدات الموارد تفلل. حط هذا وهذا. يا سلام. وهذا كذا. شنطه متروسه الترس يا ولد. صح ربي متروسة الشنطة يا رجل. مرة متروسة. طيب وش هذا؟ خمس طلقتين بس. اشحذك انا اشحذك. ايش ذا؟ انا بيعطيني 50 طلقة ولا شيء. ممكن ما في شلة واجد صح؟ دام انه اعطاني رصاص قليل ممكن ما في شلة كثير. مفروض يعني هي نسبة وتناسب. رصاص كثير معناته اعداء اكثر. رصاص قليل اداء اكثر. هذا هو المفروض اداء اقل اقصد. طيب خلينا ايش نسوي؟ نروح نحفظ ولا نقتل فحابي حول شيء. ايش رايكم؟ والله يمدينا صح. معنا
معنا معنا معنا السنايبر الحراري والامور طيبه ان شاء الله. اي معنا السنايبر اللي ما بيكون صعب قتلهم، نقتلهم ونروح نحف. طيب كم عنده بلاقات؟ هذه 3 بلاقات. نعطيه بيوم، نعطيه كذا، نعطيه بيوم. اوكي تحرك، اتحرك وشحومه، اتحرك وشحومه. شويه 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 يا اخي، اثبت شوي. الله يقربك يا الوسخ يا خويا وجهي. بيلعب فيني والله، والله ليتني حفظت، وربي ليتني حفظت. ايوه القم 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 القم، اقطع يدك يا النجس. القم الحين، صار الحين ايش يوقف الحين؟ الحين ايش يوقف؟ يبغى ياكل بس، والله ما يوقف شيء. يا اخوي اثبت في ضيف، اثبت اثبت. ايوه القم القم، طلع اللي داخلك يلا. متحول ماجنوم، عطني ماجنوم، عطني ماجنوم. اه ضيعت 3 طلقات، 4 ولا كم كم ضيعت؟ 4 طلقات يمكن، 8 9 10 11، ضيعت 4 طلقات. اوه ده طلع الثاني. اوكي انكسر القزاز، يا الله انكسر القزاز وطلع الكلب ده. طيب هدي هدي، انا اشوف انك تهديها وتقول لا اله الا الله. هديها، ايش فيك يا بعيد؟ هديها يا اخي. الام زق، الام زق، الام 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 تبن. القم، لا تقول متحول وتكفى. الحمد لله اني بس هذا اللي كان متحول. اوكي 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 الحمد لله. والله ما في خلق اموت وايد المرمط اللي ورا. والله يا مشهور. طيب باقي عندنا 2، ايش رايك انك مثلا تحيل؟ فكره حلوه صح؟ 3 بلا. طيب لو رحت من هنا مثلا بقدر اصيدها كلها؟ لا ما يمديك كلها، تجي من الزاويه دي. شوف هذه حركه حصريه. باوم باوم، انا ما راح اخذ عليه وقت. اوكي هي هي في الكتف. باوم القم. طيب حلو، باقي عندنا هذا الوسخ. هذا كم عنده من هنا؟ شوف تعطيه، وفر طلق يعني، خليتين ضربة واحدة وضيعت الخلية. الحين بيقلب علي. طيب ايش رايك تدخل داخل؟ اوه رشاش هنا موجود، ما انتبهت له قبل شوي. اوه ايش فيني، ايش فيني انا فاهم. طيب وقف وقف اقف. اخر طلقة القم على اخر طلقة. طيب حلو، ما انتبهت ذا، ذا كله قبل شي ما انتبهت له، تصدقوا؟ المد المد والله خليك مجنون. هذا الرشاش كله طيب والله شوي حلو. اصبر اشوف هل في طلق معين ولا ما لما يخلص؟ في 300 طلقة بس. اوكي طيب ما نوض كذا، ايش بسوي؟ بروح احفظ وبرجع. اوكي خلنا نفكه ونشوف ايش بيطلع لنا، ونشوف ايش حاط من مصايب. خلينا نمسك الرشاش، نمسك الرشاش. ايش تبغى؟ اطلع 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 ارجع ارجع ارجع. حشرات حشرات حشرات. اوه مناشير بعد، اخلط المناشير وحش، اخلط المنشار، اخلط 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 اخلط. ايش تبغى يا ورق؟ خليني اخلص شغلي، خليني اخلص شغلي. اخلط 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 اخلط. اوكي شفت الزحمة اللي داخل؟ طيب ليش ما اعطاني 5 طلقات ماجنوم؟ ليه ما كثر لي طلق؟ ودم ذولا كلهم انا يعني بيذلني عشان الرشاش ذا في 300 طلقة؟ اللي نص الطلق اصلا يروح في الجدار. طيب ركب الطاقة هذه المرة، ما بخلي احد، بحاول ما اخلي احد يمشي. امسككم هناك. تخريط 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 تخريط.
شوفوا نص الطلق يروح في الجدار يا ولد. وش دل ايش دل العين ذا المخلوق الوسخ الله ياخذ ذا الوجه انقلع انطيه يا اخي. وش الزحمة ذي يا اخي؟ وش الزحمة ذي يا رجل؟ وش الزحمة ذي يا رجل؟ بطاطا منك بطاطا اطلع ما عاد يمديك. شغلت منشارة والله بالمنطقة شكلها بتكون وسخة مرة وساخة فيها كمية وساخة تكون مرة وسخة. تجمع الأطفال في الربيع على بساط أحمر بديع وأرسلوا رسالة لليلى. يلا شو السالفة؟ لازم أدخل بطاقة. أوكي أنا مستعجل والله. بس كذا ايش خطهم كذا؟ يعني احاول ما اخلي احد يدخل ونحاول نتخلص من الكلب ده بسرعه. انا خرطه بس الشيء اللعين ده وين؟ بس عندي اي فريم اي فريم الزمن. طيب ما دام الحشره الوسخه دي تجي والغول يجي ممكن ارمي فلاشه افضل لي. صح ارمي فلاشه بخلط اللي هنا صح؟ تكون فكره حلوه. شوف قرب الفلاشه ارمها من الحين حلو بعدين اقتلهم. الحشرات ما ماتت. الحشرات مشكلة الحشرة ما يوصل لها الطلق حقي. مشكلة الحشرة ما يوصل لها الطلق حقي فهمتوا؟ ايوه شوف قام يلعب زار. وين الحشرة؟ وجع الحشرة العجنت. او ماي جاد يا لطيف يا لطيف. انقل 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 بيكون مصيبة مكانها والله. بيكون مصيبة والله. بتكون هلاك المنطقة دي مرة. شو سوي يعني؟ لازم بغى خطة. بغى خطة دي. وفي خطة في بالي عرفتوا بس راح نخليها شوية. طيب شغل مناشير. اوكي طب لو رميت فلاش الحين يتفلشوا اغلبهم صح؟ طب انا وش اللي جاني؟ خذ ما ابغى ارفسه والله اني ما ابغى ارفسه. امسك الرشاش لكن حركات لي انت تعرفوها. تعرف حركات لي كلكم. طيب ما ابغى امسك يعني ابغى انقز يمسك لي الرشاش. ابغى امسك الرشاش يروح يرفس لي هذاك. الله يشلك ان شاء الله. انا ميت صح؟ اطلع خليني اطلع. بنات خليني اطلع خلاص بمشي يا اخي. ابغى امشي يا اخي. خليني امشي خلاص شباب. صلى على النبي. قول لا اله الا الله. استهدوا بالله. كانت الخطة اني اخلي الشتقن قريب مني. شوفوا الشتقن تخليه قريب منك. تحط المجزرة ذيلا لما نتقرب الحشرات منك تعطيهم. بس وين الحشرات ما شفتهم المرة ذي؟ الليلة شفته داخل علي. طيب اوكي اهربوا. الليلة ده سقط هذا المريض. ده المريض سقطها علي. المريض ذا سقطها علي. يا لطيف يا لطيف. وات ذا فاك. طيب وات ذا فاك. منظر مرعب والله. منظر مخيف. وشوفوا النغل الوسخ. انا ما ادري من وين النغل الوسخ. شفت النغل الكلب. اخلط. طيب اوكي تكاثروا وصاروا مره كثير في الغرفه. وجب انك تنمي قنبله. ايوه القم دي. طيب بحاول اني استاذن إذا قدر طبعا. استاذن. السلام عليكم أخي والعيال كلهم. الله يبارك فيكم يا شباب. الله يبارك فيكم يعطيكم العافية يا شباب. خلنا نمشي. ما عليه مسكني عادي. لا رشاش لا خلاط. لا ارمي هنا فلاشة. وزبن ما اقدر اطعنه.
سكينة انكسرت، سكاكين انكسرت، انا ما زينت السكاكين عند التاجر، شكلي هالك. بس خلنا نجرب حظنا، انا شكلي هالك رسميا. ما اني ما ضبطت السكاكين. انا نرجع ونحاول نسلم على التاجر ناخذ الاشياء حقتنا عندنا، نضبط السكين يعني. اقدر؟ يا سلام، ضبط لي بسرعة لاني في قتال. بسرعة بسرعة يا تاجر، والله مستعجل حال الطوارئ. ما عندك فلوس؟ طيب بيع هذا وبيع ذا الشيء. ضبط الدرع. ثانك يو. ضبط للدرع. طيب دول لا نحفظ ولا شيء، هي خربانه اصلا. طيب وانت اللي جاي من هناك مزعجاتني من اليوم. ها هو انت يا الوسخه، انت اللي مزعجاتني من هناك جاي سب زحمه. قلت في شله ورا. والله جاء اخوها الكبير، اخوها الكبير جاء. اي والله جاء، اي والله جاء. شوفوا يناظر. تتسوي اختي؟ قتلتها. هروبي الحين. ام المهزله والمسخره. طيب قتلتها. حجره ما دخلت عليها، فعندي فرصه وقت اكثر نقدر اخلطهم. الملعون ده وراي، هذا يرسب من هنا من ورا، صدقوا معاه مكان قريب يرسب منه. طيب انا ابغى امشي كيف؟ ما اتوقع بيخلون لي ارمي فلاش انا على امل. ايوه على امل انك تنحاش. قطع روس موقفت عليك يا بلاقس. الله يهلك يا اخي. انا نسيت ما زين السكاكين. عيد عيد الله يلعن ام البدايه الخرا. خليني راح اضبط السكاكين وبرجع. طيب في على اساس الشغلات ذي حلو. نطور السكين، طور بعد الثانية، وطور الدرع حلو. خلاص خلنا نحفظ. باوم باوم. اخلط 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 اخلط. ما اللي هنا؟ اتوقع ان احنا وقت النحشة. انحوش مناشيرو مناشيرو. الهربو الهربو. فك 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 يا ابن اللعين انت. لا 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 يا اخي. ربي صار ربي صار الرب. طيب مو الحين وقت الفلاشة، مو الحين. الله يجعلها كسر، جعلها ان شاء الله كسر. قول امين. جعلها كسر يا الكلب. طريق بس طريق 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 طريق, طريق. انحش انحش الدرع الدرع. خذ ضربات لا يليني اذا بلي معه. طريق اصلعه. طريق طريق طريق. من اللي وراي من اللي وراي من انشيرو. يمدي 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 يمدي. يا سلام وصلنا الى السيفتي روم. هذه اعتبرها السيفتي روم. اسمعوا الحشره وراي بعد. روح 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 روح, روح قدام. روح اكثر شيء. ايش اللي يبغى؟ بنتين جو. طيب انا خاطر احفظ والله. ما ادري عندي احساس فظيع اني بنقص. طيب خلنا نروح بعد قدام زياده. انا ابغى استفرد بوحده بس. عرفتوا لو جتني واحدة لحالها. يكون شيء مرة بطل. ايوه لقمنا واحدة. يا سلام عندي ماغنم، عندي ماغنم يا الوسخة القمي. حلو خلصنا من اثنين، من اصل 70 منشار تحت و40 خنزير ومية عدو عادي. بالغت والله. انا اشوفهم كذا يعني. اشوفهم كثير. يضحك حتى تشمت علي التاجر. طيب خلنا نحفظ. نحفظ انا. يا الله يا المنطقة ذي، والله يا ربع المنطقة ذي هلاك هلاك حرفيا. هلاك بكل ما تحمله الكلمة من معنى. اصلا قام نسيني دروبات عندي. ايوه. اوكي خرطة. تعال نرجع انا. ما اللي معكم ده؟ اي فريم نايس يا اخي. ذا النغل ذا الهرش الكلب. الله يقطع ذا الوجه يا كلب. خلاص انحش 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 انحش. ذا خرب. تعال تعال تعال. لا مو بغادي. غير غير على السنايبر. حط دربيل عادي. حط دربيل عادي. حط دربيل عادي. انحش
اوه ايوه القم صار لاق هنا صار لاق يا جاك يا رجال لاق هذا بموت 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 ما بقى له شيء ايوه انقلتش بعد يا عين يا عين على جلتش مره فخم اشوف فمك الوسخ مات مات ما تبغى امشي والله من كثر جسمه ما اشوف ما اشوف ياكلني ما اشوف ما اشوف ما اشوف الحمد لله ما على الطاقه رقم ثلاثة حاطها مع الكلب ذا اوكي اوكي يا ساتر اقسم بالله من قوة ما في زحمة قامت تصير عندي دروبات في الجيم نفسه ترى تصير دروبات مع ام بي سي قوي ترى يعني كويس طيب ارجع احفظ عشان تعشق ارجع احفظ يلا برجع احفظ صاحي انت موت بعيدها سكاكين زينة ولا لا كويس يا شكلي خلاص نقدر نكمل باقي ما خلصنا شوف الله يلعن وجهك شوف انا حاطه شوف الوساخة شوف انا حاطه وسخ ما ترسبل انا بوريك لا 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 خب عليك الفرد يا الكلب الفرد يخب عليك يا الوسخ الفرد يخب عليك بيرفسني شوي هذا عند امك ما عندي ساكني ساكني بالعينه بنخرب اقدر ازبل دمجني دمجني واد بعيد بعيد حفظت من قلي بعد امور طيب انا سمعت صوت هنا والله سمعت صوت يا الربع ليه كل رسبان اللي ورا بعد اوه ما رسبنت سمعت صوت غولي اوكي ما في احد تهيالي بالله شوفوا الجثث شوفوا مخالب وبلاقس وهنا ثلاث اثنين منشار واثنين غيلان وكل طب هذا الحيوان بيرسبن في لحظه افتح الباب كذا ادخل كذا واطلع بسرعه كذا بسرعه افا يعني فيني لازم انها فيني اخي اقسم بالله يا وصاح وضح يا وصاح الله يقطع ذا الوي عاكس تمد يدك ما تمد رجلك يا وسخ وتمد رجلك ثاني مره ها ما تمد انا قص لك انا ربيك لما تربيت انا ربيك يا كلب القم خمس سبينر حلو من باقي عندنا من باقي ايش ما سويت شيء تو قال لك من باقي عندنا اصفط الجدار اصفط الجدار ايوه اشوفك يا كلب طيب اوكي انقلع هذا لا عندي من خطة ايوه الحين قنبلة وقت القنبلة بيكون مرة مناسب هنا ترميها بك. انا محشور يا اخي ابغى قنبلة ثانية في بلاقات كثير ارمي فلاشة بتكون حل كويسة الله نجعلها كسر الله نجعلها كسر يا الكلب ما عليه عادي مرة عادي ما عليه هيا استخدم ذا ولا نستخدم بيض نستخدم ذا بخاخ القم نحاول نطلع شوية ناخذ سبيس ومساحة نغل يلا ابدا يا الكلب مع خمس من الحلو من باقي ولا يا اللي كانوا اختفوا اوكي خمس طلقتين الله احس اني نفسي صرت اكلم نفسي واجد والله طلقتين ضيعتها طيب باقي فيه شله هنا بس في طلق بعد رشاش ايش رايكم بالخطه؟ راح اخذ الطلق كان بيخبزني والله ايوه يلا انقلع مسكني اللعين الربلو يا عشق الربلو افتح فمك الوسخ افتح فمك يا الكلب انت ويا تعال خلنا ادكيك
أنا ناقص. انت شافني ناقص انك تتحول يا كلب. انت شافني ناقص. تعال تعال تعال. لا اله الا الله. اذا بنخلص. لا اله لا والله اني دنق. الله والله اني دنق ثاني. شكر الله. يلا وين تلقم مساكن اللعين. دينجو دينجو دينجو. يعني اضرب اضربه. دينجو دينجو. يا كلب وسخ. ايوه طيح طيح يا الوسخ. يا ولد الباب ما يخلصوا. كم عندكم دهر؟ كم باقي منكم؟ تعال اعطيك الحركه ذي اكسر لك العمود الفقري. خلاص تموت انت هي مستقبلك. القم سكين بعد تنكسر سكين قلعتها. ايوه القم تحول. لا اله الا الله. اذا بنخلص من تحولاتهم ذي. هذا ايش مع ديناميت ذا؟ اي والله مع ديناميت. انا ما شفته ذا من اليوم. كخه ذي ارمها كخه ما بحلوه. حلوه يا الوصف. يونيكورنوريو ودع. انزل القم القم سكين. الله ما عاد اضيع رصاص. خلاص 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 يا رجل. ايش باقي هنا؟ باقي في موارد شيء؟ في هنا بارود. وين البارود؟ تحت تحت ولا هنا؟ ها هنا البارود. خلاص يا رجل خلاص. باقي في عدو. باقي في عدو هناك. وش ذاك العدو؟ من هو ذاك؟ باقي انت لحالك بس. تعال اقول لك شيء. قاعد وحداني الولد. ايش السالفة؟ رحت اخوياك هناك ها؟ قال روح يا الربع وانا بنتظر الاشقر هنا. اذا جاء علمتكم. ينتظر ما عاد رجع اخويا. اوكي حاط فلاش. يا سلام. طيب الطاقة الثالثة معي صح؟ اي ثلاثة خلاص الحين اقدر امشي. والرشاش ترى فضيت امه. شو باقي 73 طلقة بس. طيب حلوين. طيب ارجع احفظ. ايش رايكم؟ والله انا خايف اني حاط شيء قدام والله. ها؟ ارجع احفظ. مو فكرة حلوة صح؟ نرجع نحفظ ونضبط السكاكين. ممكن نحط في تاجر قدام بس انا خايف. خايف اني حاط شيء قدام. اول ما افتح الباب في شيء قدامي ويدقروا لك. عرفت؟ يحط لك نايه ذهبي يسكر عليك ما تقدر تروح. خذ لك الجلطه اللي بتجيني اني يعني اعيد المنطقه ذي. ضبط لي السكين. ضبط ذي ونحفظ. انا اسمع ايش؟ اسمع انا اقرا تعليقات. يقولوا منطقه اللي تنقذ فيها اشلي هذه منطقة في ناس دقروا فيها. شفت في ناس دقروا في المنطقة ذيك ما قدروا يتعدوها. ف يعني ايش؟ يعني جلطة سكتة دماغية. يمكن تموت يمكن ما تدري. والله يمكن يجيك شيء. يمكن يصير لك شيء ما تدري. صار يقول لك صاحب الموت تحذير وما تشغله. ترى انا غير مسؤول عنك. عن صحتك النفسية، صحتك الجسدية والذهنية أنا غير مسؤول عنها. تلعب مد على مسؤوليتك الخاصة. أنت تحط أكسبت موافق. أنت هطف عرفت؟ ما أدري شو السالفة. أكسبت عرفت؟ اللي ما تقرأ التعليمات وذي. من ضمنها في بند يقول لك أنا غير مسؤول عن صحتك النفسية والجسدية والذهنية. أنا غير مسؤول. بعد تخلص المد روح تتعالج مو مسؤوليتي. جي بعدين تكلمني تقول ليش نزلت المد ذا؟ مد تعبان. طيب خلنا نفتح ذا. كاتسين. تكون في اناره تفقع الراس كالعاده. احفظ واقول الحفظ القديم لان حفظتها قبل شويه. اوكي ويلكم باك ويلكم باك ويلكم باك يا وجه النكبه. الان مزيد من المعاناه. الان مزيد من المعاناه. هو كانت كذا عرفتوا بدونها معها. السمكه موجوده ذي سمكه. يا سلام بخاخ سمكه حلو. حلوين. طيب خلاص المكان ذا تقريبا خلصنا منه. انا اقرا التعليقات حق الحلقه الاخيره اللي نزلتها.
حقت في نزلت في لعبت في جون سينا. في تعليقات كذا مثير للاهتمام والله. في واحد كاتب ان شاف تختيم عند واحد اجنبي طور السكينة البداية، السكينة ذي طورها فل وصارت انفنت لا نهائية. هل هذا الكلام صحيح؟ والله ذا يبغالنا ندرس الوضع، والله يبغالنا ندرس الوضع. ما اذكر فيه اي شيء انفنت في اللعبة ذي، بس ما تدري ممكن الرجال يكيس علي. ممكن كلام صدق ما تدري. اصبر شو ذا، ايش اللي خليته ذي حق حق سبينر صح؟ ايه حق سبينر. طيب خلنا الحين في خطط وفي دراسات بنسويها ان شاء الله. اكيد عندك ايتمات جديده. طيب حلو يا سلام. وين احفظ اول شيء؟ انا بتصير تعديلات وتطويرات واشياء. طيب يبغى لها جلسه صح ذي. اوكي خلنا نشوف شيء اذا عنده شيء صادق. ما عندك شيء يا كذاب، كذب علي انا. طيب انت وقال لي السكين انفنت. طيب تقريبا انا مطورها انفنت ولا قصدي يمكن اخذ الحصريه لعيونك. نجرب ناخذ الحصريه، نخليها كل شيء ماكس. بيع لي مثلا، بيع لي اي شيء قدامي بيعه. اعطني سلاح كذا. اوه الرب يجي باقي معنا صح. بيع الكلاس 7 كثير، 7 هو بحيه لانه اغلى شيء. طيب وش تري السكين الحين البدايه ماكس كل شيء. طيب اعطني اياها. وينها؟ اعطني اياها نشوف هل النظريه دي صحيحه ام انها مجرد كيس. اوكي حطيت عليها والله ما تدمت الظاهر انها صار اسرع. والله شو صار طعن اسرع. بس هل هي انفنت؟ هذه يبغى لها تجربه جديده. خلينا نروح ننقز منطقه قدام، بس منطقه قريبه بدون لا نسوي شيء، بس نجرب اول عدو نشوف كيف. سكيب ابغى اشوف هل النظريه ذا صحيحه. نظريه تستاهل الدراسه دي والله. تعال اعطني اقرب واحد هنا شوف كيف تدمج. نظريه فاشله، دمجت السكين. نظريه فاشله، بيري قطعنا. تدمج بالسكين، تدمج. اجل عيد. نظريه خطا. طيب انتم كلكم تنصحوني في اني اطور الحصرية حقت سكينة كراوزر، طورها ماكس. البطاقة تجيك مع عدو يرسبل لما تحط البطاقة في غرفة الثلج، المفروض يكون في الممر بس. لا بشرك اني حليت هذا. يقول نفس اللي قلت لكم في البداية اني يعني اضيفها ولا اشغل برنامج الهاك او اضيفها واخترق الباب، بس انا حليت ما طلع مقلتش ولا شيء. اوكي يقول لي بعد في مود جديد راح يعجبك فيه الغاز، تطبيقات وحوش. تطبيقات كيف يعني؟ ها كيف مود في التطبيقات؟ ابلكيشن يعني تويتر سناب انستا يوتيوب ليش؟ طيب اغلب النصائح كلها على سكينه كراوزر. الكل يقول طور سكينه كراوزر. بعد ما طور سكينه كراوزر ايوه الحصريه انا مو بحصريه باخذ 100,000 اللي هي على سكين كراوزر اللي هي الدمج، مو السماكه لا الدمج البور. طيب خلينا نجيب لنا 100,000. بس كيف نجيب لنا 100,000؟ نبيع هذه الشغلات. طيب ثانك يو. خلينا ندمج له بعد. انا اشوف عندي جواهر اصلا، عندنا تاج نقدر ندمج عليه. بتصير الالوان يا ولد بيض لكن عادي، اهم شيء فلوس يعني. شايفين كيف طفره والله. عندي تاج ثاني عادي، نبيع التاج ذا. حلوين. الاستريكر باقي تاكي عندي انا، ايش قاعد تسوي؟ شيل. طيب الان ايش بسوي؟ قولوا لي ايش بسوي. قلنا الحصرية نشتري حصرية من نصيب سكين كراوزر. نقول بسم الله. خلاص الحين بيكون دمج اسطوري. وبعدين قلتوا الفاير ريت، صدق الفاير ريت هو اهم شيء حاليا يعني. الماجرم بعد ما طورت الامور فيه لازم اطور بعد الفاير ريت. بس الفاير ريت فيه ايش؟ زي مثلا في الفرد، الفاير ريت ممتاز ترى، نطور الفاير ريت في الفرد. طيب ضبط لي الدرع. حلو بس بقى عنده بخاخ. هات بخاخ ايوه قبل لا نخلص فلوسنا. باقي 128 النار. اذا انت قلت ارمى بس بخلي، بيجي وقتها ما عليكم. في مكان في الشنطه بيجي وقتها لا تخاف، وقتها بيجي. بس الفاير ريت ايش باقي نطور؟ مثلا نطور حق ذا، حق الماجنوم. طور حق الماجنوم. خلاص كذا اتوقع ان الامور طيبه. اصبر وش ذا؟ ضاف لي تشارم جديده. طيب تدري ايش؟ تقدي خلني احفظ. ابغى تشوف التشارم دي وش هي. ترى ادري اني طورت عند التاجر، بس يعني لازم انك تدرس الوضع. خلنا ناخذ ذي. وش هي؟ طيب وش هي حقته بالضبط؟ اوكي هذا يعطيني خصم 30%.
على تصليح السكاكين. Not too bad, كويس، لكن ما احتاج الحين. انا مش حاط تشارمات اصلا، حاط حق الرايفل حق السنايبر اديني 20% زياده، حق الشتجن حق الرفسه، والابجريد عندي وانا ما احطها. كان خصمت لي شيء بسيط، لكن انا ما طورت شيء صح، ما طورت شيء ولا طورت طورت النايف صح. هل تفكرون بما افكر فيه؟ والله برجع اعيد السيف اللي قبله، ابغى اشوف لو حطيت التشارم دي بيخصم لي في حق الحصريه، كان جيني خصم زين 5% المفروض 90,000. نفسها 100,000، ما تغير ولا شيء، ما تغير ولا شيء، معناته هي غاليه كذا. فارجع على السيف حقك الاول وخلاص. خلاص اتوقع كذا اني انا جاهز صح؟ تقريبا جاهز، ما احتاج شيء، ما عاد احتاج شيء صح؟ ما عاد في شيء نحتاجه خلاص. بس خلنا نشيك على الشنطه، نرتبها شويه. هذه الطلقه اللي عندي اياها حقت الكروسبو لا اعطاني، ما ادري انا ضيعتها وراي ولا ايش السالفه. انا ما خليت مكان وراي، لكن ما تدري والله ممكن مزبنا في مكان ما تدري عنه. طب اتوقع انها كذا الامور طيبه خلاص، نعطيها حفظ اخير بعد التعديلات والامور هذه. خلونا نكمل صح، نكمل الرحله التعيسه والحزينه والمليئه بالمفاجآت. تخيلوا في واحد يقول ليش، يقول لي نبيع السكينه ذي، سكينه حق البدايه ابيعها واطور فيها سكين كراوزر. ايش رايكم بالله في الكلام ده؟ انا لو في سكين ذا خذيت. وبعد يقول ايش ان السبينل، شفتوا السبينل يبغاني ايش اسمه، بس السبينل كان يبغاني ياخذ فيه والله اني نسيت، اعوذ بالله من ابليس، يبغاني ياخذ بالسبينل الحصريه ما استخدمها عشان اخذ الهيل. انت شايف وضعي، ترى التوفير ذا الهيل، توفير الهيل ذا مجله بعد شق الانفس، ترى اعيد 5000 مره عشان اوفر الهيل ذا، فمستحيل نصرفها على حصريه. ما في شيء يحتاج حصريه، انا اقل شيء لو بغيت حصريه بدفع اجمع فلوس، عرفت كيف؟ يا سلام. ديستانتا سعيد. اعطيه كابروني. لينه كابروني، لا تتحول، موت. اي. موت وخلاص يا سلام عليك. والله ضيعت، وش في الايم؟ الو؟ ايش في الايم؟ ماني كون يا ابن الكلب انت، هذا وصخ نعرف هذا. ايه موت، ورا ورا يا كلب. طيب وين عسى؟ لا لا ماني بخير، ماني بخير. اشتغل ليه تسأل عني ولا كلمة؟ اسمعي والله عاد فيه مد، والله ليتني نزلتها، والله مد يخليها تسكت ما تتكلم ما تسمع منها ولا حس. وفي مود ثاني بعد تخلي شكلها حشره، شوف الشكل ذا، تخلي شكلها زي الحشره، شفت الحشرات اللي تطلع في القلعه تخليها نفس شكلها، تخيل تمشي معك حشره. انا افكر اني انزل اقسم بالله، لانها حشره ذي، حشره مزعجه تزعجك بس تصارخ ونكبه. هذيك الثانيه، اوه في كنز بعد، كنت بضيعه والله. شوفوا اصبروني اصبروني، الكنز برا صح؟ ايه ارجع خذ، اصبر وش ده اللي بعدين. اوكي انا كنت بنسى الاشياء ذي، ارجع خذ الكنز. حلو الكسندر، الكسندر ولا اسمه الكسندرات ولا يا وش يسوي ذا هنا؟ نقول الله يقطع ذا الوجه. اقولكم اسمعكم تتكلموا وتسولفوا عنها المنطقه ذيك، والله كثير. من انت اخيل انت؟ انقل يا اخي، عرفتوا كيف؟ وين الكلب اللي صار؟ هذي هذا مدرع الكلب. راح البس يا الكلب، راح انقلع، ما بتلمسني يا الحيوان. التركيز عندي اليوم مرة عالي. ما في الا بريد زي ما انتم شايفين. ايوه فاقولكم المنطقة ذيك والله يعني عليها تحذير كثير، اشوف التعليقات، في واحد يقول دقر هناك، دقر. ما راح تتعداها الا بدعاء والدين، يعني قبل انك تدخل المنطقة ذيك صلك ركعتين وتصدق وطعم 60 مسكين، يعني عسى ربي انه يسهل لك وتفوز. يا ايش الاصوات هذه؟ ايش الاصوات هذه؟ ايه؟ كم انت واحد؟ انت لحالك انت ولا احنا معك؟ وين رايح؟ تنحاش؟ لا لا دا جاء، اصبر اصبر دا جاء.
اثنين مو بواحد. تعال 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 ابن تعال تعال يا اخي مشي. لا يا اخي نكبه صح انا ادري. الله الله ينقبه رميت الحمد لله على قمه. طيب المفروض اني ادخل داخل صح اذا بغيت اعيش حياه كريمه. تدخل داخل تطلع فوق. البنت خذوها خذوها ابي. انا بالنسبه لي بنت مبقى. وات كيف ما لقمت انا كيف ما لقمت. يلا تحت يا السلق تحت يا الكلاب يا الوسخين. القموا ذي القم. الله يقطع وجهك يا الكلب. الله يقطع وجهك. الله يحرقك ان شاء الله. يا لطيف يا لطيف. 360 اوكي ما فيها 360. يا لطيف يا ساتر. اقم بي غز في سكين انقلع. فك انا ميت انا ميت. شوفوا هذا انا بداية المنطقة يا اخي. مشكلة الله مشكلة ما يمديك تسيف لانه يسكر عليك بالنايت. هذه مشكلة هذه مشكلة ليس لها حل. اوه من مرة اعطوني طلق اعطوني ايمو حق الشواية. ابدا من الفصخ ذا. الفصخ ذا مرة خطير. اوكي هنا هنا انا البلاوي حاطة هنا. خليك وراي. انا احاول امسكهم عند الباب مثلا ذا. ايش رايكم في الفكرة؟ انقلعوا. اوكي بعد ما بنات صح. وراء ايوه الحين نعطيهم قنبلة رهيبة. مثل هذه مثلا. الكل بيقعد عاقل الا الكلب النجس. كلهم بيقعد عاقلين. يا ابن الوسخة يا كلب يا اللعين يا الحياة. اكسو ارمي بالجزمة الوسخ. والله بنضارب. انت انقلع يا غالي. القم. تعال يا النغل تعال تعال يا النغل تعال. يا اخي ملعون ملعون وسخ نجس. ايش اللي صار يا اخي؟ قهر يا اخي. يقهر 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 النغل ذا. يقهر يقهر ذا النغل. تعال ايوه ابغاك لحالك. انقلع داخل انقلع. خلنا ننام الحيان ذا. خلنا ننام الوسخ ذا. والله كثروا كثروا صح. وجب فلاشة ثانية على الزحمة ذي. وجب فلاشة ثانية. قطعنا حطني الماجرم. القم. مات ما مات ما مات. هيلا 13 يا رجل. هيلا هيلا نغر هيلا نغر 360. السلام. الله يلعن. يا اخي محشور يا اخي شو اسوي انا؟ انا لو قدرت اقتل الكبير حقهم ذا الوسخ الغولي. طيب قبل لا تهور. شطر البنت. والله يشطرها. انا ابغى بسكت البغل ذا لو قتلته خلاص. شفت ذا الوسخ لو قتلته اموري كلها بتعلم كلها بتعلم. كلها بتعرف انا هو الوصف. هو النجس هو اللي ابن 66 كلب. ما يقعد زيهم. لا لا يتحرك يدف. لا تدفيني لا تدفيني لا تدفيني لا تدفيني يا بنت الكلب لا تدفيني. لا اله الا الله. يلا طولة بال بس. افتح الباب. من نصيبك يا الوصف. ايوه خليك بالدار. خليك في الدار.
القم سكين اطلع برا، ادخل برا، اطلع سوي اللي انت تبغاه عادي. شوف كلهم ما ما كلهم يقعدوا ثابتين الا هو ما يقدر يقعد ثابت، ما يقدر يقعد ثابت لانه لعين. يبغى يعجن بعد. هل عن أم الزحمة اللي فيها دي؟ والله حاديني من كل مكان. ارمها. القم انكسرت السكين. القم كأني بينهم أخوهم الصغير. الحين ما فيها خمس الحين. جرب انت تشوف الحركة اللي انا قاعد اسويها. انا ماني مستأثر اني قاعد اسوي الحركات دي. شوف الحركات دي. خلاص ما في الا انا وانت. ما في الا انا وانت يا ابن الكلب. ما في الا انا وانت. اسطرك بروقان. لا لا مو بماجنوم، ما تستاهل ماجنوم. ابغى فرد بس. شوف بخير بياخذ لفة ثانية. شفت الوسخ؟ باخذ لفة ثانية. اي اصفط عندك ارقم هذا سكين كراوزر. كيف الدمج عليه رهيب صح؟ القم سمعني صوت البغل، سمعني صوت البغل اللي داخلك يا الحقير. ما تقدر لحالك، ما تقدر تسوي شيء. ترى تقدرني اقدر سوي بضحكه شريره. ليه افاو لما اطلع لي استن انا طلعت السكين قبل شوي. هيلا شوفوا هيلا يا ساتر هيلا. يبغى يقلب علي بس على مين يا بابا؟ خلاص هذا هذه حركات اول، اي هذه حركات اول تسوي. الحين خلاص الحين موت 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 موت. شوف كيف كذا كذا يبغى تبق عليه تتبق عليه. وش ده في صوت منشار؟ طلع صوت منشار. طيب وش عندهم؟ آه الله انا كم قد وين الاثنين من... قتلتهم انا الاثنين من اغراض اخذت شكلي اخذت انا من... مع الزحمة اضغط اكسات بس. اوكي عاد في احد ولا بس انت موت. اما منشار اما منشار تعال تعال. ليش اسمع اصوات طيب برا؟ صلعانو انقلع يا صلعة. والله جا وفي واحد جا. جا 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 في واحد جا. انقلع يا ورق. البنت 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 طلع طريق 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 البنت 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 حيل يا اخوي. انقلع انقلع البنت. ابد ابد نزلها يا ابن اللعينه نزلها يا ابن الكلب. الله ياخذك. والله اني قلت لي بعيد ارفسه. تعال يا راس وتشيل البنت. الحمد لله. وين 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 ايش فيك يا هو انت صاحي؟ وش وش فيك يا الغالي؟ وات ايش فيك؟ امين اطلع الجدار. ها ابغى اعشق. هل اقدر اعشق شدقان ولا بتصير تغدرني؟ اوكي ايوه خليك كذا بدنا نطلع الجدار. ايوه نطلع نطلع نطلع. ايوه القم. يا ساتر يا ساتر والله ريقي نشف. والله ابغى لي مويه ابغى لي مويه يا ولد. ولا الشاي موجود؟ اوكي عنده 30 طلقه فت. نايس. من باقي عندنا؟ هلو
باقي ذا البر من البر اللي داخل هو أصلا أبو إنشاء ذا متأخر من مين جاء ليش تضحك يلا يلا بس ودي تحول ارجع نم ارجع نام فيه كنز يا ذاك هو كنز الكنز الوحيد اللي ما انساه في اللعب ما ادري ليه طيب هل اقدر اني ارجع احفظ ما تقدر انا مسكر عليك طب ابغى احفظ ما ادري ايش قدامي انا ما ادري ايش قدامي والله اني ما ادري ايش قدامي ابغى ارجع احفظ ابغى ارجع احفظ يا صاحب المود ليش تسكر والله البلشة والله البلشة كيف لو يطلع عينه شلة الحين الله يا الربي يعني ما ادري شو اقول لكم الصراحة الصراحة ما ادري شو اقول السكاكين تكسرت من اول فايت كلها راحت فيها وانت تقول لي يا اخوي ايش اني ابيع السكين ذي واخلي سكين كراوزر والله لو في خمس سكاكين خليتها معي فايت واحد كسرت سكاكين وما تقدر ترجع للتاجر يضبط السكين امسكي 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 واتوقع بيطلع يشله اذا ما خاب ظني اذا ما خاب ظني لو قدرت تسحب على البنت في اله حفظ فوق ممكن نحط على تحفظ قريب هنا نشوف اوكي طيب انا ما فكيت انا طلعت فوق اوكي انا كنت ابغى اشوف في اله حفظ اطلع واخطفوها بسرعه انا كنت ابغى اشوف بس ابغى اله احفظ يا اخي انا ابسط حقي كلاعب اني احفظ ولا طريق 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 نزل البنت عيل جاب معهم ان شاء الله اسمع صوتي صحيح جاب صحيح اوه جاب صحيح وش ده انا ميت انا ميت شوي 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 طيهم قنبلة طيهم قنبلة صغيرة ممكن هنا طيب انا من يا المتحرش يا الكلب يا الحقير يا الكلب يا الوسخ نزل بنت معهم خنزير بعد اوه ماي جاد خنزير واثنين مناشير وفحيح يا الله يا الله امسك 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 يا الله ياخذ ذا الوجه مرض تام جاني مرض ايش اسوي انا اقعد انا هذا مكان شكله امان صح امان هو يجيك من ورا امان الزمن هو يجيك اصلا من ورا فحيح يجيك من ورا اقدر اسطر فحيح بسرعه ايش رايكم اقدر اسطر هل اقدر اني اسطره بسرعة؟ ايوه بدأت الطلقة بعد ماشي شوفوا فايح يرسب منا ايوه لو قدرت اني امسكه مثلا الحارة بس ركب الدربيل لو قدرت مثلا امسكه انا الحارة واسطره بسرعة تصدير سريع سريع تصدير سريع 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 لا يكون متحول بس لا يكون متحول لا تجرطني تقول انا متحول يا اخي تكفى يا اخي انا ناقص يا اخي متحول تحط لي متحول ليه يا اخي ليه تحط لي متحول يا الله يا الجلطه او خنزير ورا ارمي فلاشه امر ما عندك اصنع فلاشه ما ابغى ذا اصبر حط فلاشه ارمي على الحقير هنا هنا اكتر 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 بس خلينا نكتره افلح افلح روح لازم اني اقتلهم بسرعه لازم اني اقتله تحفوها بسرعه هنا اصل خسري سريع دقيقه 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 صح 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 اخوينا في واحد من اخوينا قال ذكرت اقدر اركب على الرشاش نجرب على الرشاش بيكون اسرع صح كذا ارجع هنا على طول مسكنا المشكله تبني الرشاش اي فجر بلاقات فجر بلاقات فجرتها له نايس اصبر مشار قدام يا ولدي مشريها بسرعه وش ذا يلقطها بسرعه يا الربع طيب معناته مكان هنا غلط
غلط مرة. قتلت البنت. او ماي جاد يا المود. والله جلطة. ايش اللي دخل عيني هذا؟ في شيء دخل غريب. برمي فلاشة. ولا ادري. انزل تحت. اخطف البنت عاد نزلها تحت. نزلها تحت. انكسرت السكين. وين؟ انقل. وين هذا؟ هاتت البنت هذا. تري سكستي. هذه حركة رهيبة. حركة حلوة اني اجيبهم منها صح؟ حركة رهيبة. اسحبهم من ورا واستقبلهم. اقدر كذا. ما تفكرت مدي الدك علي او على البنت. وانت ما عند سكين. انكسرت سكين. ماي جاد. طيب شغل المناشير. اجل انت حتى ما تقدر تجبل. عيني سطان. عيني سطان. احمد يدك يا الكل. المدا يسر البنت. طيب طريق ابتج اسمك ذا الخارة. طريق نزل بنت. عادي. اهم شيء هذا. اهم شيء ذا المصيبة. امشي المصيبة هذا النغل. حان وقت الفلاشة صحيح؟ ولا ايش رايكم يا شباب؟ وقت الفلاشة؟ وقت الفلاشة واضحة بسرعة. ارمي فلاشة هنا وزبن ولقم. ما عندك سكين. عندك ماجنوم. القم وقت الهروب. خرطوا البنت. طيحوا. انا ادري بيخرطوها بس عشان تطيح وتقعد عاقلة. طيب هذا ركبه على ذا عشان فتحوه لما يدخل تقدر انك تستقبل استقبال دسم وساخي. لا مو بدا. اوكي مدام انت دخلت خلك كذا. ايوه داخل. القم ورا النجس. طير على الماجنوم. ابعد لقتلها. انقلع. فرد. يا سلام. من فحيح داخل. فحيح داخل. خلصنا عليهم. خذ لك مثلا سمكة. مكانك لا تتحرك عشان قلت فحفوح علي. انتبه لك. فحفوح حاليا داخل مريح مع الشباب. لقم اسلحتك. هذه فرصتك. اوكي. وش عنده مخيس ده؟ بس عنده ذا الشيء. طيب اوكي ايش نسوي؟ خلنا نجرب نرشش على فحفوحة لانه واضح انه شيء جميل. وين فحفوحة؟ انقلع الوصف. انقلت ايش داخل؟ لا ما اقرب. خلاص قرب. انت بعد تحول. ايوه ودع. يا سلام. الحين من بقينا فيه؟ لقينا في فحيح ولا معي سكين له. عرفتوا كيف؟ ما عندي سكين له. طيب ما ابغى حارش. خلي مكانه يرتاح. مريح. خله يرتاح مكانه. دي هل في حفظ هنا؟ ما انفتح لي ذا. ابغى احفظ يا اخي ابغى احفظ. ما ابغى اموت. في سكين فوق. في سكين. يا سلام. حلو. يعني لما سكن الحين بقدرني ادافع عن نفسي. طيب انا عندي فكرة. تعالي خلني ادخل له من باب اللي قدام. يكون بنية مسافة. عرفتوا؟ امسكي ذا. لا ما تمسكي. اوكي ما تقدر تمسك. لازم من عند الباب. طيب ما في مشكلة. صح بالمد مخرج عاوز كذا. ايوه شوي. افتح الباب. والله الرشاش رهيب. تحول. طيب التحول الثاني ما يبغى لك رشاش. تدري ايش يبغى لك؟
بغالك سنايبر ترجع داء للسنايبر. يعني ما في وقت انك تعشق يا بنت. ايش جاب امك هنا؟ ايوه عطني اياه. القم ودع الملاعب. دمجي 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 ولا موت موت عشان انا الدم. يا اخوي اصبر تونا ما قد خلصنا من الجزء الاول. 8 طلقات بس اوكي 8 طلقات. طيب هل فتح لي ذا اللي ورا؟ تكفى افتح لي. تكفى يا اخي خلاص يا اخي افتح لي. ابغى اروح اسير يا اخي ما ابغى اموت. يبغاني اعدي المنطقه دي كامله بدون حفظ. انت صادق انت؟ يا الله يا الله يا اخي شفت صرت اسم الحوت صرح ويجي ما ادري ليه. نلعب على السيفتي نلعب على السيف. ما اللي فوق؟ ما اللي هنا؟ لا والله ما يناقص. القم وتوكل لك على الله. هلا والله تحول فيري نايس. لا لا جاب جاب جاب. اسمع اصواتهم. منهم ذيلا منهم ذيلا. اوه دام مصر الحالة اثنين. اوكي مالي السكين ذي ما انكسرت السكاكين ذي. وين هي؟ لا ما عنده هي. انقل يا كلبة تدرني. ايوه 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 اطربيني. الحمد لله الحمد لله يا رب الحمد لله. اشكر ام اللي حط الجدار ذا وزبط كي الزاويه تقدر تزبن فيها. يا الحمد لله والشكر الحمد لله والشكر. عشر بارود قمت اعرق يا الربع والله قمت اعرق اقسم بالله والله قمت اعرق. يا اخي يا اخي موت يا اخي موت. لا تتحول. الله يقرف الله يقرف الله يقرف. كلهم يتحول المدة. حلو اعطاني سكين حلو. ايش عنده ذي؟ اوكي 35 دق المخيب مخيب. اوكي انت تقول مكيف بس مخيف. دق مد كذا ترى يخليك تقول اشياء غريبة. دق المكيف اخر دقة والله نحر. طيب طارق شيء تقام باقي شيء هنا ما في شيء. المفروض المنطقة الحين آمنة المفروض صح؟ مفروض مفروض لازم اني انتبه ترى والله انتبه اقرب غلطة والله. لا سكر اللعبة ترى الحلقة الجاي لو اموت والله الحلقة الجاي ما عاد اتوقع بكمل خلاص. تمشي خفيف وش والله ما والله شيء ولا اني اموت صح؟ انت لحالك. انا ودي امسع راسك من هنا. عاد الحشر الاكيل اللعينه دي صح؟ ماتت. طيب غير غير ذا. لا 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 جت اختها. عاد اقلب. عاد في احد؟ قرب الرشاش يا وحش. هذا الرشاش قريب. انا ابغى لا تحف. فيها تحف فيها تحف. اتوقع فيها تحف ان شاء الله. بس ندور لها زين. ايوه هذه هي. وش الأغنية ذي؟ ماني داري. أغنية الإنسان مبسوط. خلينا نحفظ هنا. أوكي الحمد لله الحمد لله ارتحت والله لما حفظت خلاص. أنا مرتاح يا ولد مرتاح مرة مرة. الحين أموت عادي ترى مرة عادي إني أموت مرة عادي إني أموت. وين؟ ما في سبنة إلا هذه. مو سبنة إلا جوهرة. طيب بعد وش اسوي؟ شوي اصبر دقيقة عشان يكون مكان سهل. انا احس المكان ذا انه ملعون. روح هناك خلنا نضبط التوقيت حق ذي.
حلو كنا اقتل بحفوحه وارجع احفظ. والله اكتب وش بحفوحه. هاي بحفوحه مو بالحال اصلا، وحاط بحفوحه وحاط دمه. انت لحالك ساعه دم انك لحالك. ضيعت الطلقه، ضيعت 3 طلقات. لا بعيد بعيد، ما فيش. الطلقات دي غالي علي والله، غالي على قلبي. اوكي افا هذاك هو توي رسبون. عطى سنايبر، ما تقدر انك تسد هنا في السنايبر. اما واحد ثاني يا 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 اخوي قول غير ذا الكلام يا ولد. انت صادق كذا من ورا جيت النقطة العمياء. انا ما ادري ليه هديت ابراهيم، ليه مسكت بريك شويه، ما ادري ليه هديت. عاد وقف بس الله يستن شويه. ايوه تستن، بعد دورك، بعد دورك. انقل هناك، انا اتفاهم مع اخوك شويه. تلقم هذاك يفرفر رايح جاي، مضيع الدرب الولد ما يشوف. تعال 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 تعال، طعنه طيب طعنه. ياهو اصبر شويه، انا وياك اخويا. حياه حلوه صح؟ لا بيقلب علي، غير. انا حسيت بالقلبه ذي. ايوه ارقم ارقم. طيب السنايبر تشيل من هالدربيل افضل، ويخبر عشان ضيع الطلقة. عرفت؟ الحمد لله. مشكلة يا اخي تجرب الشواء، اجرب اي شواء يا بطيء. طلقتين يا خذ الطعنة حقك. يا لا انا ضيعت طلق واجد، ضيعت طلق واجد، ضيعت طلق واجد. سنايبر انا غير سنة صح؟ انا غلطان، ما قدرت اني افكر زين. لا لا بعيد. ايش بسوي؟ قول لي ايش بسوي. تعال تعال تعال، بخليهم ينشبوا هنا، اكيد ان في مكان يدقروا فيه. ايوه البنت فقعوها. اذا تنزلوا يقدروا. فتعال تعال. ايوه هذا، بس لا تقتل البنت. بس هذا هو المطلوب. لان الطلق عندي ما عاد يسمح الصراحة. طلق الماجنوم شوفوا كيف. 120 طلقة متخيلين ماجنوم، فما ما عاد اقدر يعني اني استخدم الماجنوم، ابغى اخليش، ابغى اوفره. راح نقتلهم بالسنايبر. وش في ذا قلتش؟ وش فيك؟ نقتلهم بالسنايبر ونوفر السكاكين، لان ما ندري ايش داخل. عرفتوا؟ ما في تاجر زي ما انتم عارفين، تاجر بعد ما نعدى المنطقة حقت اللي نفك فيها الباب السري هذاك، مو السري، كلمة المرور، وانتم فاهمين قصدي. يا سلام. باقي انت الغالي. ليش مستحي طيب؟ ليش كذا؟ نعطيه نص يعني. ها؟ ليش؟ والله الحصرية شكلي بفكها للسنايبر. إذا في حصرية شكلي باخذها للسنايبر. طيب تعال أنا نعطيك بالفرد يا الكلب. تعال. أعطيك من كل شيء، من كل شيء ما عليك. بس يقدر ينزل. تنزل يا خطير. يا خطير. يا خطير. يا لعيب. لا 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 مو بالماجنوم، ما قصدت بالماجنوم. يا أخي أنا أتلخبط بين الفرد وبين انا اعطيه بدأ يخب عليه. بيوم بيوم بيوم. خلني اسوي في راسك ده كله. كله براسك. باقي لنا 2600. 2600. ودع. عنده 2 وهذا وش عنده؟ 2 لارج. واحد 2 من هذه. حتى ما اعرف كيف فشخت عندي. هذا السمول، هذا اللارج.
اصبر 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 ارجع ارجع احفظ احفظ والله العظيم صاحي ارجع احفظ. طيب ثلاث شدقن باقي في فحيح هنا. طيب خلنا نستعد الفحيح اللي بيطلع. نحط هذا مثلا. يلا اطلع 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 اطلع. ضيعت الطلقة بعد. ضيعت الطلقة بعد. نايس يا ابراهيم والله مرة نايس والله مرة نايس. يا اخي عيد 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 الله يقطع امك. قتلته ايزي ترى مو بنها صعبة مرة. بس انا الايم الايم صار زبالة شوي. اوه بعد في فحفوحة داخل شوفوه. طيب تحول تحول عطني كذا وجهك عطني اياه. لا مو بكذا اصبر يا حمار. ودع بيقتل بنت صح؟ نبي من شرر اوكي مستقبل ما ماتت البنت. قومي قومي شوفوا ذولا الشله اللي ورا شفتوا له يطلع بالمنظار ترى الحلال. شوف 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 يا رب شوف والله طلع قبل شوي والله طلع فحفوح على البلاقات حقته. طيب يقول لك صاحب المد روح احفظ يعني واضح هذه روح احفظ وتعال. خلينا نهيل ونروح نحفظ. في هنا طلق ما خذيته. وهنا بعد ايش فيه؟ ايه ما لوت المكان ذا وش فيه بعد هنا؟ 15 طلقة الله كويس والله كويس 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 كويس. بتصير مصايب هنا تصير مصايب. ورا الباب ذا على طول ورا الباب ذا على طول يعني مجرد ما افتح ذا بيتفلتوا علي. مجرد ما افتح الباب شوفوا شوفوا كيف طالع. شوفوا 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 اقدر اقدر اجيبه من هنا. تقولوا جرب. لا وين يا ابراهيم فليت مره مره فليت. طيب ابي نفتح الباب واضح الخطه. نفتح الباب و ورا ارجع ورا عند المواصيل دي. اوكي انا ضيعتها من الخرشه والله بضيعها والله من الخرشه. لازم اني اسوي اكس صح قبلها. ايوه حط 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 لك تعال 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 هنا ما يخطوها. اوكي تعال 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 تعال. ايوه شاطره اول مره تسمع الكلام اول مره في حياتها التعيسه تسمع الكلام. تعال تعال انا نرجع هنا نتخمس يا الكلب. بيجيك بيجيك خمس 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 وعاد لو تخلط خويك افضل شيء. ايوه لو عاد تخلط خويك يروح هذا بس قدام وده يجي وراه ويقطع علي. غير الدربيل القم هذا المشروع ما عاد وقف. هذا المشروع لازم احد يهجد. تعال تعال انزل تبغى الاكل انزل. ها انا خاف انه يمسع راسي. كيف الوضع معكم انتم تنزلوا؟ ايوه يا سلام على المكان ده. هذا هذا نقز ده ولا همه. ايوه انزل بعد انت يا سلام. تعال 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 يا بنت 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 والله خليك مكانك عادي امشي لا تقرب مني. طيب هذا الملاعين ايوه كذا خلي اعطيكم طلقه واحده وطير اثنين بعد. ارتصوا صح يا شباب ارتصوا صح اللي يعافيكم. نبغى نسطركم سريع. قرع الطبول الحرب خلاص. طب بجي من وراه بلتوي كذا شويه. ارفع راسك خلنا نبغى استخدم عليه سكين. ايوه عنده 10 طلقات. هذا ايش عنده؟ 8 طلقات اوكي. وارجع احفظ قبل لا نقتل فحيح. ولا والله نقتل فحيح نقتل فحيح صح؟ نقدر عليه نقتل فحيح بعدين نرجع نحفظ قبل لا ندخل المنطقة. اصبر وين راح اصلا هذاك؟ وشوفوا شحومه كيف. شوف 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 الشحيمات يا ولد. في واحد قال لي جرب عليه ال جرب عليه ال شو اسمه ذا الشوايه. طيب ما دام في الموضوع تجربه اجرب والله جاني فضول. انا يقول انه مطاط وين مطاط لكن بجرب. ابغى اسوي ايش؟ راح احفظ وبرجع. اوكي فلان المفروض يعني اني اقدر اجرب على الفحيح الشوايه.
نشوف كيف الشوي. زي ما انت شايف شو زي الخرا. قال لي ايش انه مطاط مطاط الينا النار او يحرق النار. شوف ايش حيمات كيف يا ما شاء الله عليه يتغذى زين فحيح ياكل نعمه يا ولد معك كرشه. اجل عد 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 الله يبارك فيك عد. الخطه حق قبل شوي كانت خطه فاشله بجميع المعايير بكل المعايير كانت فاشله. طيب خلينا نقرب شويه والله قرب بعد زياده صرنا اليف. وش اللي مدمجه اصلا ها؟ وش اللي دمجك يا فحيح؟ دمجوها اخوانا قبل شوي. ضيع الطلقه يا ابراهيم انت صادق انت صادق ضيع الطلقه كذا واقف قدامك. والله يا الربيع لا تلوموني والله لا تلوموني انت شايفين كيف المد والله المد. وثاني طلقه بعيد والله تحول بعيد بعيد والله بعيد والله اني احتاج كل طلقه في المد. عاد تدرون ايش المنطقه بعد هذه؟ منطقه اللعينه اللي انت تحذروني منها. خليك كذا مسافه قريبه قتلت الفار. اوكي شحومك يا فحفوحة شحومك ضيع الطلقة بسعد الطلقة ما تضر طلقة ثانية برضه تقرب الطلقة ذي لابد انها تضيع. طيب لقم ذا ابعد شوي منه بس لانه يصير متفجر. بش القم على طول في الراس بيوم بيوم في الراس. حلو سبع طلقات. حتى المنطقة ذي اذكرها وسخة كان. اوكي امسك لي ذا الله يعين بس. الله يستر. الله يستر بس. وين الفار اللي كان مو هو اللي فار؟ ها؟ اوكي. القم. شوفوا هدوء هنا بعد شوي بتشوفوا فعاليات هنا ما لها اول ولا ثاني. فعاليات وناس وزحمة وكل شيء انا عارف. انا عارف كان ذا بتشوفه يكتظ زحمة يا ولد زحمة مكتظ. واحد تعال باقي انت الاخير القم نضب الاشياء ذي. اوه موارد بدأت تفل والله يا خوي موارد فل ايش الحل يعني؟ طيب بما ان السكاكين مكسرة وديها بالستورج. ايوه وديها بالستورج تمسك مكان على الفاضي ليه؟ جيب ذا وحطه هنا كذا وعشقه صح؟ هو في 1000 طلقة. ايوه خلاص. خذ الاشياء هنا يا سلام. السمكة هنا بعد ايوه. خلاص كذا يمكن خلصنا. ما خلصنا توك بديت. ونقول بسم الله. وعلى بركة الله. ما عاد في رياكشن صح؟ خلاص تعود. رياكشن ما عاد يطلع مني والله. خلاص صار شيء معروف يعني. اما تصير انت متعود ما عاد يطلع لك اي رياكشن. البنت اوه فحيح بعد طريق. طيب 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 في الطريق يا اخوي يا اخي في الطريق يا اخي في الطريق يا رب وين ما يروح يعني بالله انتم ايش رايكم؟ ايش رايكم؟ حطه في طايح بالارض ابغى امشي ما تقدر ليه؟ ليه لعبه لعبه ريزن تيفل فيها واقعيه. هذا الشيء اللي انتم ما تعرفوه فيها واقعيه واقعيه. الله يحرمنا منها الله يحرمنا منها. شو من يطلع من هنا؟ لازم نسطرهم بسرعه. هذا التسطير سريع سريع. اي والله واضح 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 التسطير السريع سريع. واضح يا ابراهيم واضح العلوم من الدخله. واضح العلوم واضح العلوم. خليك يا فحفوحة بس ناظرني. معهم بلاقس بعد اللي فك فك. معهم فحيح بعد. بلاقس قصدي البنت سرها. طيب والله يا بنت انا قلت اسيبها عزتي لك. ما عندي سكين اكل راسي اتهمني اكلني اكل زرطني. طيب ارمي فلاشه هنا. فلاش من ام ماي فايده حرفيا لما عندي اصلا ما عندي ماجنوم فاضي ما فيها طلق. الله ينجعلها الكسر الله ينجعلها الكسر ان شاء الله.
واحد ودع الثاني هنا القم عشق المعقم معك فرصه بسيطه البنت البنت البنت, البنت. يا فحفوحه خلني اوقف يا المرطل يا الكلب يا اللعين خلني اوقف اقلب على الشله ذيلا بسرعه 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 بسرعه, بسرعة, بسرعة. ما عاد في اي وقت بس طعن تطعين وشدقن وكل شيء اثنين عند سكين اخذ مني قضمه اخذ مني لقمه هرشني اكلني والله يلعن